السلام عليكم. شاهد: أفعى تخرج لليهود أثناء صلاتهم عند حائط البراق في المسجد الأقصى. لن تصدق ماذا فعلت. قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. نلاحظ هنا وجود ثعبان فوق حائط البراق، ونلاحظ هلع الحمام وهروبها منه. ما هو حائط البراق؟ حائط البراق أو حائط المبكى، ومن تسميته أيضا الحائط الغربي، هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، ويمتد بين باب المغاربة جنوبا والمدرسة التناكزية شمالا. طوله نحو 50 مترا، وارتفاعه يقل عن 20 مترا. المكانة الدينية: يعتبر من أشهر معالم مدينة القدس، ولهذا الحائط مكانة كبيرة عند أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية، إذ يذكر في بعض المصادر الإسلامية على أنه الحائط الذي قام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بربط البراق إليه في ليلة الإسراء والمعراج. مكانته عند اليهود: يعتبر اليهود الحائط الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان. في رأي أغلبية الحاخامين اليهود، يكون الدخول إلى الحرم القدسي محظوراً على اليهود منذ خراب الهيكل، فلذلك الحائط هو أقرب نقطة من مكان الهيكل التي يمكن لليهود الصلاة فيها حسب الشريعة اليهودية العصرية، وأطلق عليه العرب المقدسيون اسم حائط المبكى نسبة إلى الطقوس التي كان اليهود يؤدونها قبالة الحائط حداداً على خراب هيكل سليمان. مكانته عند المسلمين: بالنسبة للمسلمين، يرتبط حائط البراق بقصة الإسراء والمعراج في التاريخ الإسلامي، ومنها جاءت تسمية الحائط حائط البراق نسبة للدابة التي ركبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند إسرائه ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى، حيث ربط البراق في حلقة على هذا الحائط ودخل إلى المسجد حيث صلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وقد ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد أن رسولنا حمل على البراق حتى انتهى إلى بيت المقدس، فانتهى البراق إلى موقفه الذي كان يقف في مربطه، كما يعتبره المسلمون جزءا مهما من المسجد الأقصى. وتوارث أهل القدس المسلمون عامة أنه يوجد محل يسمى البراق عند باب المسجد الأقصى المدعو باب المغاربة، ويجاوره مسجد البراق ملاصقا الجدار الغربي للحرم القدسي. السلام عليكم. أحتاج 10 ثوان فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد. وقم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.